السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في مدينة ليل الفرنسية، نرى بكم جولة خاوتي. بالضبط في وسط مدينة ليل اكزاكتومون. هذا غار ليل فلاندر، تاريخ اليوم 4 مارس 2023، يوم الثلاثاء. غارلي الفوندر خاوتي عندها تدخل لدار، عندها 4 جهات تدخل منها وتخرج منها. غارلي الفوندر
أكبر جالية هنا في مدينة ليل هي الجالية الجزائرية والجالية المغربية. هنا بكاء يعني بكثرة. خوتي هذه بريمير بارتي، تبقى دوزيام بارتي ان شاء الله، الجزء الثاني ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. خليكم على خير، تهلاو في رواحكم ونتعاود ان شاء الله في الجزء الثاني ان شاء الله. هذا كان الجزء الاول، الجزء الثاني ان شاء الله غادي نديرو لكم في مواعيد لاحقه ان شاء الله. بارك الله فيكم خوتي، نترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.